لا 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 مش الفيسبوك يقوم يعرف المدير اسوأ خدمة عملة في مصر في توشيبا وده كلام اعلانيات قال لولا انت ما كنت انا دي اسوأ خدمة في مصر يا جماعة ومحدش يشتري اي حاجة في توشيبا بعد كده اهو ده كلام العملة كلها ده كلام كل الناس الجهاز بيقعد بالشهر وبالشهرين وبالاربع اشهر وما بيصلحش محدش يشتري توشيبا في مصر يا جماعه بعد اذنكم لا تورنيدو ولا خرب اهو ادي الناس كلها اهي ولا الشهر العقاري اهو انا بقالي شهر رايح جاي اسوأ خدمه في مصر محدش يشتري توشيبا ولا زفت تورنيدو اهو حد من اللي قاعد عنده اعتراض على اللي بقوله يا جماعه حد من اللي قاعد عنده اعتراض ربنا يبارك فيك نعم يا بيه اتفضل لا مفيش حاجه اسمها من مره مفيش حاجه اسمها من مره انا صح مشكلتي ايه مشكلتي ان الجهاز بقاله اسبوع خدمه العملاء خدمه العملاء اهو هو حرام ممنوع التصوير انا مش منطقه عسكريه انا مش منطقه عسكريه جاي بيه واشير على الفيسبوك انا اشير الفيديو على الفيسبوك شير يبقى ما تقوليش ممنوع التصوير عايز تشير شويه انا اشير طيب حد من اللي واقف يا جماعه عنده اعتراض على اللي بقوله لا طبعا شركه زي الزفت اللي انت بتعمله صح اسوأ شركه في مصر اطلب لي النجده انت مش ماسك الموبايل اطلب لي النجده اطلب لي النجدة دلوقتي يا عم راجل لقيته بنجدة على حاجة لا 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 اطلب النجدة حد عنده اعتراض يا جماعة نعم ايه ما بعد البيع زفت بالظبط صيانة